ما بيفتح حساب ببنك ريجيونال الا اذا في سبب معين، بس بدي سميها كان في انسستيوس ريليشنشيب. ما حدا كان عم بيقول انه هدول ولا هلا هالشيء الكبير او هالشيء المهم، وانه في شيء سيستماتيك لازم انه ننتبه له. اللي عم بيعملوه البنوك المركزيه اليوم هو كتير منطقي، عم بيقولوا لهم يعني انه عم بيقصصوهم. اذا بدك تعمل ديو ديليجنس از لونج از ما عندهم شيء من هالنوع مخفي بالبالانس شيت تبعهم. دان أزي أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير أعطيتنا شوي من وقتك. هلأ نحن قاعدين سوا ونحن وقاعدين والأخبار عم تتطور وعم تتبلور فعليا. قبل شوي آخر خبر طلع من زوريك بأنه UBS فعليا قدم عرض لشراء كريدي سويس بمليار سويس فرانك، ورفضوا كريدي سويس هلأ بحجة أنه اعتبروا قليل. طبعا كريدي سويس الإنسوئية تبعه هلأ حوالي 7.5 مليار. ايضا الشيء اللي صار واللي حلو انه رفضوا العرض طبعا بدعم من اكبر المستثمرين فيهم واللي هو مثل ما نعرف البنك الاهلي السعودي. المزاج بعالم البنوك حاليا طبعا سلبي كثير، غير ما نحكي بكريدي سويس. خلينا نحكي شوي قبل الصوره يلي هي اكبر من الاسبوع الماضي، شفنا تردي حقيقي فعليا بمستوى الثقه بدرجه استقرار البنوك. ما بقى في عنا هالثقه، عم تتزعزع فعليا وعم بزعزعتها وزلزلتها عم بتهز معها الاسواق. الاسبوع الماضي انهارت 4 بنوك امريكيه واحد ورا الثاني، وهذا اللي خلى الناس عم يفتشوا على مين ممكن يكون التالي. وفعلا كريدي سويس قدم لهم الهدف المثالي. بلشنا من يوم الأربعاء نشوف تخلص من أسهم كريدي سويس اللي خسرت حوالي ربع قيمتها خلال فترة يومين، وهالمجموعة العريقة فقدت مليارات الدولارات من قيمتها السوقية. انهيار كريدي سويس بخوف لأنه بيثير تساؤلات حول صحة البنوك الباقي والقطاع المصرفي بشكل عام. كريدي سويس طبعا مندمج بشدة بالنظام المالي العالمي، مشان هيك ممكن لهالأزمة انه تكون تداعياتها سلبيه، وتكون التداعيات سلبيه هائله على القطاع المصرفي العالمي. مزبوط هالحكي داني؟ هلا هو في قصتين يعني سأبوا راندوملي انه عم بيصيروا مع بعض. يعني عندك المشكله تبع SVB بكاليفورنيا والبنكين الصغار التانيين سيلفر جيت، وعندك كريدي سويس. يعني في فرق شاسع بيناتهم. اول شيء البنكين هذيك الصغار واحد منهم كان كريبتو، دائما فتش على الكريبتو. يعني بالاساس بنك بيحط زباله مثل الكريبتو بمحفظته، مش غريب جدا انه ينهار. هلا اس في بي سبيسيفيكلي هذا البنك هو ريج، بسموه ريجيونال بنك، يعني ما عنده برانشز، ما انه لا ناشونال ولا انترناشونال. ان فاكت لا انت ولا انا كنا سامعين فيه قبل اسبوع او اسبوعين. سو هذا البنك هو بنك ريجيونال وكثير فيه من الستارت ابس بحطوا مصاري معه. هلا طبعا يعني عاده وقت الواحد بده يفتح حساب بالبنك بده بيفتح حساب ببنك انترناشونال او ناشونال، ما بيفتح حساب ببنك ريجيونال الا اذا في سبب معين. يعني مثلا اذا انت عندك بزنس بمنطقه معينه بكاليفورنيا، لنقول انت عندك ريال استيت بزنس، عندك بنايات تاخذي اجار، بتفتح ريجيونال بنك لانه اذا فاتحه مثلا بنك مثل جي بي مورغان بتبعتي لهم الاجار، بدك تبعتيه بالميل، بده شيء اسبوع او اسبوعين لتاخذي كريدت. سو بتحطي بتفتح ريجيونال بنك لهالسبب هيدا. ان رياليتي ما في سبب انه 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 شركه ستارت اب بدك تصير النكست جوجل تفتح بريجيونال بنك. هون كليرلي في كان اذا بدك يعني ما بدي اسميها نيبوتيزم، بس بدي اسميها كان في انسستيوس ريليشن شيب. حسب ما سمعت من بعض الاصدقاء انه في ناس تدينت الفنتشر كابيتالز جبرون يفتحوا بهالبنك از بارت اوف ذا ديل الى اخره. يعني يعني في اشياء انعملت that does not apply the normal risk management procedures. اوكي سو هيدا شيء لحاله. وطبعا because of the Federal Reserve عم يرفع الانترست ريتس تو فايت انفليشن، صار في كثير عالم يعني وارن بافيت بسميها only when the tide comes out you know who's swimming naked. سو هون عم بيصير هيك انه اضعف حلقات هي الحلقات اللي بتنضرب بهالرفعة الفوائد اللي هي بعدها يعني بعد ما صار يعني منها كبيره نسبيا. إذا طلعت بالوقت فولكر شو عمل، رفع الفوائد أكثر بكثير ليحارب الإنفليشن بالأيتيز. سو هذا موضوع واحد. هلأ الموضوع الثاني اللي هو كريدي سويس. كريدي سويس طبعا عنده مشاكل من سنة. كريدي سويس as you know من أعظم البنوك، كان at one point number
يعني بالتوب 20 بانكس عالميا اذا ماني غلطان، even more than that. صار هلا نمبر 158 قبل العرض من يو بي 2007 اس. كان 100 مليار، كان 100 مليار راس مال البنك It's definitely قيمة it's سوقية known to للبنك. be it's طبعا it's known to be one of the most prestigious brands بالعالم. هلا صار في اخر كم سنه مشاكل عنده، يعني جابوا نعم سي او صار بعد يتجسس على واحد من اللي بيشتغلوا عنده، هذا اللي بيشتغل الموظفين. عنده كان جاره، يعني اشترى فيلا جاره، صار يعمل اصوات، يعني صار في مثل سوب اوبرا بقلب البنك، يعني اشياء مش لازم تصير ببنك من هالنوع. هلا طبعا انا ذكرتني الاوفر اللي هي كثير منخفضه، ذكرتني بالاوفر تبع جي بي مورجان لبير ستيرنز بال 2008 اذا بتتذكري. جي بي مورجان دفع 2 دولار a share. انا كنت اشتغل على فكره ببير ستيرنز، اي ريمبر ات فيري ويل، والموظفين هناك اعتبروها كثير كثير منخفضه. هلا طبعا عملوا غلطه بالاس بي اي اللي هي اضطرت جيمي دايمون يرفع الاوفر لل10 دولار، مش لانه بحب بير ستيرنز، لانه لقطوا عليه شغله انه هي الديل وين ات واز سايند كان فيها جارنتي فور ا يير لجي بي مورجان حتى لو الديل فيل ثرو، اضطر يعلي السعر لانه هي هاد نو تشويس. البروبلم هون انه هون طبعا في رعايه من السويس سنترال بانك، ما عندهم هن الخبره زياده تبع الفيدرال ريزيرف، سو في وحده من الكلوزز بتقول اذا الكريدت ديفولت سواب طبعا يو بي اس عليت 100 بيسس بوينتس فيهم يطلعوا من الديل. سو ان رياليتي ذا اونلي واي، تفضلي. لا لا بدي أسألك، هل هذا الشيء منطقي؟ هل هذا الشيء ممكن يتوافق عليه؟ Well, عم بتقول هو إيه المشكله يعني؟ المشكله مش ريت كريدي سويس اذا منخفض السعر او مش او عالي السعر، هو قد ايه عندهم ديريفيتيف اكسبوجر. انت ما تنسى الانفستمنت بانكس في يكون عندهم 1 تريليون دولار ديريفيتيفز اوت سايد ما حدا عارف فيهم. So this is one of the reasons انه وقتها اجى السويس سنترال بانك وعطى جارنتي 50 مليار دولار ما كثير ساعد الستوك برايس، يعني it wasn't a credible guarantee لانه ما حدا عارف قديش في اكسبوجر. So طبعا يو بي اس وقت يقول انه اذا عليت السي دي اس 100 بيسس بوينتس بيلتغي الديل، كليرلي عم بيخلوا الماركت تتحذر اذا في او ما في شيء مخبى بقلب البالانس شيت. So the only way for the deal to go through right now هو اذا السنترال بانك تبع سويسرا basically هو باع unlimited amount of protection at 99 basis points اعلى من الماركت، يعني هذا the only way that the deal can go through. خليني اسالك، نرجع على الديل وتفاصيله. خليني اسالك باول شيء على بشكل عام، يعني وي ادريس ذا بيج بروبلم وبعدين بنرجع بنحكي بكريدت سويس. اذا في بيج بروبلم، انا كان سالتك بالاول انه هل عندنا فعلا نحن مشكله استقرار مالي عالميا؟ عم اقول هل نحن حاليا عم نواجه مشاكل على غرار العام 2007 ممكن ان تتحول قريبا لكارثه كامله ثانيه مثل اللي شفناها بال 2008؟ انت قلت قبل شوي طبعا بير ستيرنز، بيرسترنز، نورثرن روك وغيرهم بوقتها فشلوا بال 2007 2008. ما حدا كان عم بيقول انه هدول والله هالشيء الكبير او هالشيء المهم وانه في شيء سيستماتيك لازم انه ننتبه له. ايه انا ما بعتبر الوضع مثل بعضه، يعني كان في ريل استيت بابل، كان في كثير سي دي اوز واشياء مبنيه على الريل استيت بابل. سو وقت الريل استيت بابل يعني انفجرت، انفجر معه كثير من الديريفيتيف برودكتس. انا ما بشوف في شيء هيك. هلا اذا في كثير اكسبوجر لعالم مثل ما كان في اس في بي انه عاملين بات انه ما بيطلعوا الفوائد اكثر من اكس مثلا، طبعا هودي عندهم possibility of exposure. هلا وين اللي بخوف بالعمليه هي انه قديش اللي بيصير في بانيك بالاسواق، بانيك يعني اذا بدك من خلال الميديا اللي بتعمل فانينج للقصه ومن خلال عالم ما كثير فاهمين. يعني انا بيجيني كثير مثلا الناس عم تستعلم انه يجيب شيل مصريات من البنك بحطهم كاش دولار، يكون واحد قاعد عم يسالني هالسؤال وقاعد بامريكا، يعني انه يعني هو الدولار كاش مضمون طبعا من الفول فيث اند كريدت اوف ذا يو اس جفرمنت، طب البنك هو كمان مضمون من الفول فيث اوف يو اس كريدت. يعني نقلتي مش مثل الواحد بيسحب مصرياته من بلد مثل لبنان، اذا واحد سحب مصرياته من البنك اللبناني للدولار بيكون غير الريسك من لبنيز ريسك ل يو اس ريسك، بس اذا شلتيه من بنك امريكاني لكاش عم بتغير الريسك من يو اس ريسك ليو اس ريسك، ما عملت شيء. سو هيدي من ناحيه، من ناحيه ثانيه عم بتسمع، كنت على فيديو كول امبارح كمان مع الولايات المتحده انه يعني ما في توتر قد ما في توتر اذا بدك برات الولايات المتحده، يعني ما كان الحديث ابدا يعني بهالليفل اوف بانيك يعني اللي عم بشوفه وقت بتحكي مع ناس بالشرق الاوسط او ناس باوروبا.
So مثل ما هو عم بقول لك يمكن انا لأنه it's possible يصير في contagion اللي هي من خلال يعني اذا بدك irrational panic. بس انا برايي structurally اللي عم بيعملوه البنوك المركزيه اليوم هو كتير منطقي. يعني في inflation مجبورين يعلوا الفوائد وراح يضلوا يعلوا الفوائد برايي انا، يمكن ياخذوا بريك كم شهر او لحتى الماركت تستوعب شو عم بيصير، بس هي محاربه التضخم هي هلا البرايورتي نمبر 1 برايي انا. قديش قدرت عنا قدرة انه نتعامل مع الانهيار هلا بالنظر لانه الفوائد مرتفعة مشان كبحة التضخم، ميزانية الميزانية موسعة اوريدي، يعني ما بقى في البنوك المركزية مفضفضة على الاخر، يعني حتى لو صار في انهيار مالي كامل، حتى لو هذه الفرص بالاحرى كانت منخفضة، كيف القدرة على التعامل معه؟ في تصور انه ممكن انها تكون اقل، لانه بالعام 2008 كان في قدرة على خفض اسعار الفائدة وتبلش هالتيسير الكمي وتغرق البنوك براس المال مشان انقاذ هذه اي بنوك ممكن تتعثر، وانك تزيد السيولة لها. لكن بما انه هلا هذه الميزانيات الحكومية مستنزفة بشكل اكبر وفي حاجة لزيادة رفع الفائدة، قديش عندنا، شو هي الأسلحة، شو هي الأدوات اللي موجودة المتاحة للتعامل مع انهيار إذا صار، مع العلم إنه، ومع رأيي البسيط جدا جدا، إنه يعني الأسواق بتفرط أو البنوك بتفقع من وراء القلق أكثر من أوقات من أشياء اللي هي حقيقية فاندمنتال. صح. هلا ليك اول شيء بدنا نتذكره انه باخر 20 سنه فوق ال 500 بنك انهاروا بالولايات المتحده. يعني اليوم ان اذا انهار بنك بنكين ثلاثه خمسه 10 منه يعني بعده منه، هذه خاصه البنوك مش مسموح فيها. يعني انت وقت صار الانهيار 2008 عم تحكي بير ستيرنز كان خامس بنك استثمار بالولايات المتحده عمره 75 سنه، ليمن رابع بنك استثمار عمره 150 سنه، واثنيناتهم هودي المصارف ولا مره خسروا مصاري باي كورتر مش باي سنه. سو في فرق بين انهيار هودي المصارف وبين انهيار بنك مثل اس في بي، يعني اس في بي. سو هيدي اول شغله لازم ننتبه لها. سو معك حق، القلق ممكن يعمل هالشيء، وانا برايي مشان هيك عملوا شغله اللي هي تزيد ما يسمى بالمورال هازارد. يعني هن الطريقه اللي تصرفوا فيها باس في بي هي الطريقه المضبوطه، خلوا الشير هولدرز المساهمين يخسروا مصاري، خلوا البوند هولدرز اللي اصحاب السندات كمان يخسروا مصاري. الشغله اللي عملوها اللي هي غير طبيعيه اللي هي انه عملوا جارانتي للي عنده اكثر من الاف دي اي سي ليمت اللي هي 250 الف دولار. يعني نقذوا العالم اللي عندهم اكثر من هيك، وفقط بهذا البنك مش بكل المصارف، لانه اعتبروا انه ممكن يصير في كونتيجن. مثل ما قلت لك الديس ادفانتج تبع الشيء هيدا هو انه بيعمل مورال هازارد. شو يعني مورال هازارد؟ يعني انا اليوم اذا بعتبر حالي مصرياتي دائما مضمونين من الحكومه الامريكيه باي بنك اللي كان، لحط مصرياتي باسوا بنك بيدفع اعلى فائده. سو هيدا الشيء انا برايي ممكن ينظر فيه. بس غير هيك الطريقه اللي تصرفوا فيها والسرعه اللي تصرفوا فيها كثير كانت يعني قويه وبدها يعني ينتهنوا عليها. طيب انا خليني اسالك سؤال، لانه بال2008 صارت الازمه، صارت الدراما هيدي كلها، واجوا حطوا طبعا حزم واسعه، اصلاحات تنظيميه بفتره ما بعد الازمه مشان يضمنوا انه ما ترجع تتكرر عمليه انهيار البنوك بالولايات المتحده وبرات الولايات المتحده. حطوا مستويات متدنيه جديده لراس المال، حطوا اختبارات ضغط ستريس تيست تنظيميه كلها، شددوا نسب السيوله، وكل المفروض هذا كله يعني يوفر مزيد من الاموال جاهزه لتلبي طلبات سحب العملاء. مش مفروض هذه التدخلات هلا يلي صارت ما بقى تكون ضروريه بعد 2008؟ مش مفروض يكون في كل الحماية إذا بدك للحد من شيء مثل هيدا يصير؟ لكن اول شيء بدنا ننتبه له انه عم تحكي على دوت فرانكس انت. اول شيء دوت فرانك هذا البنك اللي وقع اكزامبتد من دوت فرانكس. يعني الادمنستريشن اللي قبل هيدي ادمنستريشن تبع ترامب شالت الريكويرمنت للريجيونال بانكس، وان فاكت هو هذا البنك كان عم يعمل لوبينج لهذا الموضوع. سو اذا بدك مش انه ما اشتغلت الاشياء اللي نفذوها didn't apply، يعني ما كانت على هذا البنك بالذات. ويمكن هذا شيء درس نتعلمه للمستقبل، يعني انه بالضبط ننتبه اذا بالضبط بنك كبر كثير لازم دغري نحطه تحت دود فرانكس بدون ما نخليهم يعملوا لوبي. بس الشغله الثانيه الاهم انه بالنظام الراسمالي مش شيء غريب
انه بنك ينهار. بالعكس، يعني النظام الرأسمالي اذا شركه قويه بتصير من اكبر الشركات وبتنجح وكل شيء، واذا الشركه عندها بروسيجرز او باد مانجمنت لازم تنهار، ما في مشكله. يعني لازم يبعتوا على البيت، مثل ما عملت الاف دي اي سي وقت اللي اخذته لهذا البنك. الجماعه يعني بينوا على عدم، برهنوا على عدم جداره ولازم يروحوا على البيت. فمش شيء طبيعي، يعني مش شيء غير طبيعي انه بنك يفلس. البنك هو شركه مثل اي شركه ثانيه، مثل مطعم، مثل قهوه الى اخره. طبعا البنك اهم شوي من قهوه او مطعم، لذلك عندهم الجارنتي باوروبا 100,000 يورو، بالولايات المتحده 250,000 دولار. بس غير هيك هو شركه، وفي شركات لازم تختفي من الوجود. يعني اليوم كريدي سويس وقت ياخذوا يو بي اس effectively، شو عم بيقولوا غير قصه الريسك كمان، عم بيقولوا يعني الريجوليترز انه ما بقى عندهم ثقه بالمانجمنت. اعطيناكم شانس اثنين ثلاثه لحتى تجلسوا هالبنك، اجى اول سي او، اجى ثاني سي او، وبعدهم عم بيعملوا اشياء غلط. فلذلك عم بيقولوا انه خلص خلي بنك ثاني اللي هو عم بيدروه ناس احسن واقوى يستلم هذا البنك. هاي هي الفكره. وفكره المليار اندفعت اللي هي 1/8 يعني من الماركت فاليو، عم بيقولوا لهم يعني انه عم بيقصصوهم اذا بدك، لانه في كثير عم عالم من بيقصصوا اشتغلوا أكيد. هناك. طبعا مثل ما صار ببير ستيرنز، كان ستوك عم بيعمل تريدنج 173 دولار قبل بست اشهر من الكلابس، او قبل بسنه، انباع بالاخر بدولارين او 10 دولار. سو كل اللي عندهم ستوكس مثل من ضمنهم انا، خسرنا مصاري يعني. وهذا هو الاساس اذا بدك من الماركت يعني. مع العلم انه السي او والتشيرمان الحاليين بكريدي سويس اثنيناتهم اجوا من يو بي اس او كانوا خدموا بيو بي اس. ايه، بس ممكن يكون في كلتشر معين غلط، ممكن مش معناتها اذا اجى واحد. يعني انتبه، ولا مره شخص واحد، هاي هي التيك اوفر عم بيصير، لانه عم بيقولوا انه شخص واحد ما في غير، في الظاهر في كلتور معين او طريقه عمل معينه عم بتشجعهم يعملوا اشياء. يعني صاروا اخذين كذا غرامه من كذا دوله، من يعني بالاشياء يعني انا ما عم بعمل جادجمنت، انا بس عم بقول لك انه كانوا كثير في نيجاتيف نيوز عليهم اخر سنه سنه ونص. اي فلذلك بده يكون يا صار في استنتاج من الريجوليتور انه يو نو وات، لازم ياخذوا حل جذري للموضوع. هو الحكي انه يعني الموديل تبع كريدي سويس سمح له بانه يورط نفسه باكثر من شغله، يعني سمح له انه ياخده او سمح له انه يلحقه بزنس ممكن انها تكون مشبوهه او مشكوك فيها، وهو يلي ادى لوصوله من وقعوا من مشكله لمشكله، يعني من صوماليا اتي ولا موزمبيق عفوا تو أركيغوس تو غرينسل تو، يعني المشاكل واحدة ورا الثانية. طب خليني أسألك على هلا موضوع استحواذ اليو بي لكن اس على مش كريدي سويس. عيب الواحد يعمل غلطة، انه يكون عندك تفاحة عاطلة بالصحارى، هذا مش شيء غلط او غير طبيعي. ولكن انه يضلوا يعملوا نفس الغلطة زيتها بس سنة بعد سنة بعد سنة، بده يتخذ اجراءات الواحد اكبر من العادة. عرفت كيف؟ يعني في كثير بنوك عملت اخطاء من خلال اشخاص، بس عادة بياخذوا اجراءات، بغيروا الكومبلاينس، بيبعتوه على البيت للشخص الى اخره. اي صح. طب بالنسبه ل اذا تمت هيدي الشروه، اذا تمت الصفقه يو بي اس تحوذ على كريدي سويس، طب نحن بنضلنا بنسمع انه على هيدا البنك تو بيج تو فيل، ذس از تو بيج تو فيل، ومع هيك بعدنا عم بنكمل وعم نخلق بنوك اكبر واكبر. يعني عندك هدول البنكين عالميين مهمين، مهمين على مستوى النظام المصرفي العالمي. شو بيعني الان دمجهم بالنسبه للبنوك العالميه؟ لكن هلا هن اوريدي تو بيج تو فيل، يعني تو بيج تو فيل بلس تو بيج تو كل فيل واحد اتس لحاله. تو بيج تو فيل. صح. سو هيدا البارت، يعني الدمج منه عم ما عم بحل لك مشكله تو بيج تو فيل، الدمج عم بحل لك مشكله المانجمنت كنترولز والريسك. عرفت كيف؟ عم بيقولوا انه بدنا حدا خبير بهالشغله. يعني البنك المركزي بحد ذاته اذا كان في ياخده هو كمان، بس ما عنده الخبره والعالم انه يقدر يعمل كنترول، بدك مصرف ثاني يقدر يجي يستلمه لينعمل. هلا شو بيصير بقى من هلا لسنه سنتين ثلاثه بالقوانين السويسريه او حتى القوانين العالميه، لانه ما تنسى انه هذا الاكسبوجر عنده بيكون بغير بلدان. يعني انا اكيد انه رح يصير في تغيرات بالقوانين بالولايات المتحده، باوروبا، ببريطانيا، لحتى يحدوا من التأسيس من الـ اذا بدك الكونتيجن عندهم بالبلد، من بنك هالقد كبير اللي هو من بلد برات اليوروبيان يونيون او برات الولايات المتحده. هذه فما كمان بتعجب سنة يعني اذا شوي. ايه ما بتعجب يعني اذا بعد الميرجر جربوا يعملوا سيبريشن او يعملوا شيء طريقه البرايفت ويلث مانجمنت لحالها، الانفستمنت بانكينج لحالها، شيء من هالنوع من هلا لكم سنه يعني.
من بعد الميرجر. سمعنا قبل شوي انه بنك اوف انجلند اعطى دعم فكره شراء يو بي اس لكريدي سويس، هلا كمان قبل ما نفوت على الاستوديو. هلا بس السويسريين بدهم، لا خليني اسالك، في بدائل ليو بي اس برايك لكريدي سويس؟ قدام كريدي سويس في بدائل؟ يعني نظريا ايه في بدائل، يعني مثلا ممكن السعوديين يكملوا اشتروا 10% يشتروا 90%، ممكن في فند كبير يعني طلع اشاعه عنه بالفاينانشال تايمز كمان انه عم يشتري، هو نكر طبعا بس كمان اتس بوسيبل. المشكله بس المشكله من المنطلق السويسري انه اذا في يعني بدك تعملي ديو ديليجنس، يعني بدك تطلعي بكل البوكس تبعهم تشوفي اذا في اكسبوجر معين بالديريفيتيفز مالتيبلز اوف ذا ماركت كاب، يعني نظريا في يكون عنده تريليون دولار اكسبوجر بالماركت ما حدا عارف فيها، عرفت كيف؟ لذلك متطور. بعتقد انا بنظري بده يكون في تدخل يا بنك المركزي السويسري ويمكن للبنك الفيدرالي والبنك اوف انجلاند واليوروبيان يونيون حتى، لحتى تستوعب اذا عنده شيء مخبيه مش حدا عارف فيه، ما بنعرف الشيء بعد. وقالوا انه عم بيحكوا مع بعضهم. هلا السويسرانيه طبعا بدهم انه يكون الانقاذ سويسري، بفضلوا انه الانقاذ يكون سويسري. الامريكانيين عم بيقولوا انه بدهم يتدخلوا، بده يكون في they want to weigh in، يعني بده يكون في لهم كلام باي شيء بينطرح على الطاوله بالنسبه لموضوع كريدي سويس. هل بيقدروا يعملوا هيك؟ هل ممكن انه يكون لهم راي؟ هلا حسب قوة البلد، الولايات المتحدة أو اليوروبيان يونيون طبيعي إنه يقدروا، لأنه ما تنسي إنه الرخص كلها موجودة ببلدانهم، يعني فيهم يعملوا اللي بدهم إياه أكيد. إذا أصروا إنه يكون عندهم رأي أو يطلعوا على المخاطر حقهم، يعني مش بس بيقدروا قانونيا بس كمان حقهم يعرفوا هالشيء، لأنه بتأثر على القطاع المصرفي بأوروبا بالبلدان اللي هن فيها كمان برات سويسرا. يعني اوكي طيب، شو ممكن يصير بالمساهمين تبع كريدي سويس اذا، او المساهمين بكريدي سويس اذا وافق، تم الموافقه على هذه الصفقه اللي هي لازم كمان نقول، ما بعرف كمان اذا شفت الاخبار قبل شوي دان، انه الحكومه السويسريه بتضطر انها تغير قوانين لتسمح انه تمرق هذه الصفقه بدون موافقه، بدون موافقات من مساهمين يو بي اس. هلا من الواضح جدا، ما بعرف اذا يعني هذا اللي ما بنعرفه نحن، اذا البنك المركزي اصر على اللو برايس اللو شير برايس، يعني بنعرف نحن انه الفيدرال ريزيرف كان له ضلع وقتها بير ستيرنز وليمان بانه ينعطوا شير برايس، يعني الاوفر كان يكون كثير منخفض انه مثل ما قلنا كانت مثل بانشمنت، سو اتس بوسيبل انه عم يعملوا ريبليكيشن، عم يعملوا نفس الشيء هون مع كريدت سويس ما بعرف. بس اللي فينا نعرفه انه اكيد الشير هولدرز رح يتضرروا، يعني هذا البارت ما في بحث فيه، انه كان يعني هلا عم يندفع لهم 12% من الاماونت، انه يمكن يرجعوا يرفعوه لل 15% 20 25%، بس كيف ما كان عم بيخسروا versus the market. In fact يعني بكره وقت تفتح السوق اذا صار او ما صار الديل، يعني انا برايي رح الشير برايس رح يقشط ل somewhere، يعني اذا شوي above الاماونت اللي مدفوع، يعني لانه clearly 25 over the سنت weekend حدا سعره هيك already، فمش معقول يضل عم يعمل تريدنج ات 8 بليون ليفل، يعني اللي كان عم يعمله نهار الجمعه. سمعنا وشفنا طبعا كمان كيف هبط هر سعر السهم بعد تصريحات رئيس مجلس اداره الاهلي السعودي لما انسال بمقابله مع بلومبرج اذا عندهم نيه انه يزيدوا الاستثمار او يضخوا مزيد من السيوله بالبنك، وقال ابسولوتلي نوت، وما سمعت يعني السوق ما سمعت باقي اللي قالوا. صح وهنيك شفت انه نزل. انت قلت قبل شوي انه في، يعني عم بسالك انا شو في خيارات، قلت لي هلا السعوديين يشتروا هو ال10 ال بال ايه هلا هو الطريقه اللي قالها فيها، يعني اذا بدك انت بتعرفي من الميديا تريننج، انت بتعملي تريننج هالمواضيع عادي هاو تو فريز ستاف، سو الكلمه ابسولوتلي نوت اللي هي كثير كثير قويه كان في يقول نو وقعد يعطي السبب، وقت قال ابسولوتلي نوت العالم بطل تسمع شو قال بعدين. هو اللي قاله بعدين انه لانه في ريجولاتوري ريزنز وهيك، ما بس اذا بدك الانثوزيازم تبع ابسولوتلي نوت طغت بالماركت نيوز يعني. بس على فكره مش معناتها انه اتس امبوسيبل، لانه ما تنسي انه هو اوريدي فات ب 10%، يعني انه اليوم
one way to protect the 10% هو انه رجع يفوت لانه ما عم يدفع زياده كثير عن ما دفع قبل. So نظريا it is possible انه ما يكون طلع من الماركت بالعمليه هيدي. اي does it make sense للاهلي السعودي انه يشتري الباقي؟ does it make sense برايك؟ هلا اكيد بدك تقولي لازم واحد يطلع، ما بعرف اذا اطلعت على تفاصيل ما فينا المركز يطلع المالي يعني ما لكريدي عندي سويس قد ما بتقدر. ايه اي دونت هاف اكسس للانفورميشن اللي هي اهم شور شيء. يعني اهم شيء شو ما بنعرفه، عرفت كيف؟ يعني the things we don't know that we don't know. يعني مثلا اذا عنده derivative شي derivative exposure معين that is much much larger than the market cap، طبعا غلط حدا يشتري including UBS، بس بدون دعم اتليست من البنك السويسري. بس اذا البنك ما عنده هيك اكسبوجر، ما تنسي هن قالوا عندنا ماتيريال ستيتمنتس بالفاينانشال ستيتمنتس، هن اوريدي قالوا في اشياء غلط احنا قلناها بالريبورتس تبعنا. هي وحده من الاسباب اللي نزل، مش هيك عم بقول لك انه ما لها علاقه بالفوائد، بس كمان هن اعلنوا انه بالاكاونتنج بالفاينانشال ستيتمنتس تاعولهم هن عملوا ماتيريال يعني شيء مهم، ماتيريال ستيتمنتس. طيب شو هن هاو؟ هيدا اللي بده يعرفه اللي بده يشتري. هلا اذا كانوا شيء بسيط شيء، واذا كانوا شيء كبير شيء ثاني، اذا كانوا شيء وسط شيء ثالث، اذا كانوا هودي الاشياء صغار. الفرانشايز تبع كريدي سويس كثير مهمه، يعني في براند، في ناس بيشتغلوا هناك، في ريسك مانجمنت سيستمز، يعني في كثير اشياء عندهم اياها فيها فاليو. يعني اتس نوت ا باد ديل اذا بتعرفي شو هن المخاطر والمخاطر محدوده، او اذا المخاطر مدعومه من بنك مركزي عنده بلش كثير كبير. بس انت عم تقولي انه ما فينا نعرف على اي اساس، فاذا بده يتخذ القرار لشراء ويبدو لي وكانه ما راح يكون هذا القرار قرار تجاري استثماري، راح يكون قرار سياسي بالنهايه، مثل ما ريشي سوناك جبر اتش اس بي سي انه يشتروا اس بي بي يو كي. اذا ليكي اذا اجى البنك المركزي السويسري او بنك مركزي ثاني عمل لهم باك ستوب، يعني قالوا نحن بنشتري بمليار واللوسز بندفع اول مليار والباقي بياخذها البنك المركزي او سم تايب اوف جارانتي، يعني ات از بوسيبل. وطبعا بدهم يعطوهم البوكس يعني ليفوتوا خبراء يطلعوا شو في ما في، خاصه انالايزنج الديريفيتيف برودكتس. يعني ما تنسي مرات كثير الواحد بيعمل برودكتس بالديريفيتيفز ذات يعني اللي هن جت تيكت اوف ذات جت اذا بدك يعني ذات جت تريجرد بكثير بلو probability ايفنت، فيمكن حاطين شيء ذات از ذات ويل بي بيج لوس اذا الفوائد مثلا بامريكا طلعوا فوق السبعه مثلا او شيء هيك. هذا ما بنعرف فيها نحن، عرفت كيف؟ سو از لونج از ما عندهم شيء من هالنوع مخفي بالبالانس شيت تبعهم ذن مع باك ستوب بلا اتس بوسيبل حدا يشتري حتى غير يو بي اس. لا في شيء مشكلة صارت بالقطاع المالي بلشت أو خلصت بغير الديريفاتيفز؟ يعني يبدو بأنه شر، بس هل هو شر لابد منه؟ والله عندك معك حق، يمكن لازم يكون في كثير ريجوليشن. يعني هو الديريفيتيفز دائما بالاساس بلشوا تو جيت اراوند سيرتن رولز، يعني في جراي زونز دائما بالقوانين. يعني انترست ريت الكرنسي سوابس بلشوا لانه كان ممنوع التحويلات انترست ريتس لانه عرفت كيف؟ سو يو ار ابسولوتلي رايت، الفاريبل ديليفري فوردز بلشوا لانه الواحد ممنوع يبيع وبده يطلع من شغله ايكونوميكلي. سو معك حق ان الديريفيتيفز اخترعوهم او اتليست موستلي بينباعوا لناس بدهم يعملوا شيء مش مفروض يعملوه او مش بيقدروا يعملوه قانونيا. أنا ما قلت، أنت قلت. طيب لا هي فإذا هيك طيب سيستميك ريسك، ما في في شيء بيقلقك ممكن إنه ننام ونقوم على مفاجأة، ولا بتعتقد إنه ما في شيء ممكن إنه ما بدي إياك إنك تقول شيء وبعدين يطلع عكسه؟ سؤال يعني كيف حتنام اليوم؟ هذا السؤال. انا لحاليا مرتاح يعني، بس انه هل يعني اتس بوسيبل انه يطلع نيوز كثير عاطله وتصير الماركت اضرب. بس ما تنسي انه انا برايي اتس كويت بوسيبل كمان لنعتبر في نيوز اضرب من هيك بالنسبه لكريدي سويس. ما بتعجب مثلا اذا عملوا السويسريه كونسورتيوم من البنوك السويسريه لحتى هن يعملوا باك ستوب. ما بتعجب حتى انه يتدخلوا مصارف مركزيه من غير بلدان، لانه كريدي سويس مثل ما قلتي انت سيستميكلي افكتس كل العالم مش بس سويسرا.
سو ما بتعجب اذا صار في اشياء غير تقليديه اذا ما زبط الديل مع يو بي اس. نشوف شو بصير. داد شكرا شكرا كثير كثير لإلك. ميرسي إليك. Have a good night. قبل ساعة من الانتهاء من تسجيل هذا البودكاست تم التوصل للاتفاق بعد أن زاد يو بي اس عرضه لشراء كريدي سويس إلى أكثر من ملياري فرنك سويسري، مع استعداد السلطات السويسرية لتغيير قوانين الدولي من أجل تمرير الصفقة بدون تصويت المساهمين عليها، وهذا ما قد لا يسر المساهمين بالطبع لأن السلطات مستعدة للإعلان قبل أن تعود الأسواق للعمل يوم الاثنين. ورغم أنه لم يتم الإعلان عن الصفقة بعد حتى هذه اللحظة، بس الكلام أنه البنك الوطني السويسري أيضا وافق على تقديم خط سيولة بقيمة 100 مليار دولار ليو بي اس كجزء من الصفقة.